بسم الله الرحمن الرحيم مراحل دعوته صلى الله عليه وسلم توضعها في مري دعوة مر حخبير بوية موخل الدعوة السرية دوحة الخير بلش بالمر هو مر برا في مري دعوة قيل دعوة تركزة في ديش صلى الله عليه وسلم شيء جرجرنا أخيك شيء ولير شيء إنسان إيمان دلنا بلش بالناخ يقعها دعوة ترتوغ لقاش ديش ودامت 3 سنين أول البعثة إشتا قنشر نحا بايمر وغتا نشو دع إلشا من الله هو قشو دي لرونا إشت قيل أخذ بايمر دعوة ديش شلوه مرا الدعوة الجهرية شلوه مرا موبرا بلغل دوخشا حلي حلين دوتشا قيل دوتش بلغل دو أقشى حق قويتش شي الله بلبل ناق ناق أن يقعها دعوة دول ديرون بيمر صلى الله عليه وسلم لما أمر بذلك الله أمر دين شلتع آيتها الله هو تن آية دواسين أمر دين فاصدع بما تؤمر قوش داقعها بلغل داقعها شا أمر ديش دولهما شا عمت إدواس ديش دولهما أعلى الله أمر جن شو تحاول إلى رونا قش دعقة بأمر صلى الله عليه وسلم هر دعوات